السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة قوية جدا اسمها AI PRM for ChatGPT. فيها أدوات كتيرة جدا موجودة على جوجل كروم. يعني لو دخلت هنا خلينا ناخد ChatGPT وقلت له عايز تدخل في إكستنشن وقلت له ChatGPT هتلاقي عدد لا نهائي من الأدوات. تمام، يعني حتى لما تيجي تقول له إن أنت عايز مثلا الحاجات اللي هي واخدة 10/10 بتلاقي كتير جدا. تمام، فما بالك بقى لما ايه تنزل شويه بالشروط بتاعتك وتختار مثلا حاجه كده ايه 4 نجوم، فبتلاقي الادوات كتيره. طيب الاداه دي لما بتضيفها لجوجل كروم بتضيف ليه؟ بتضيف لسحر. يعني في دلوقتي من ضمن المهن اللي مطلوبه في السوق ان انت تكون متخصص في تكتب البرومت او بتكتب الكلام لشات جي بي تي بحيث ان انت تحصل على افضل نتيجه. تمام، طيب دي مثلا اهي قلت له ضفالي لجوجل كروم، فهو ضفالي وبقت موجودة عندي هنا. طيب خلينا ندوس عليها ونشوف اللي هيحصل. فتح لي تاب جديدة وفتح لي الاوبن اي اي. جميل جدا. طب ايه بقى فايدة الاداة هنا؟ بص بدأ يجيب لي كل دول. ايه كل دول؟ بيقول لي انت عايز تعمل تكتب ايه. تمام، فهو بيسهل لي في حاجات مثلا تفرض انا مثلا لو عجبتني حاجة بضيفها فبتبقى موجودة معايا بعد كده. تمام، convert AI text to human writing، ده اللي هو عباره عن ايه؟ يعني زي اتنين بيلعبوا شطرنج. احنا قلنا ان الذكاء الصناعي يقدر يكتب لك البحث بتاعك والنصوص بتاعتك، فطلعوا حاجات تقدر تكتشف ان ده مكتوب بالذكاء الصناعي ولا مكتوب بالانسان. فطلعوا بقى امر بنكتبه لشات جي بي تي، بقول له يعني بعد ما يجاوب على السؤال اقول له ايه؟ طب اكتبه لي بطريقه بشريه ما يبانش ان الكمبيوتر هو اللي كاتبه. تمام، فده من ضمن الامر القويه جدا ان انا اديله تكست اللي هو كاتبه واقول له اكتبه لي بطريقه لما اروح للخوارزميه اللي بتكتشف ان ده ذكاء صناعي ولا طبيعي ما بتقدرش تكتشف الموضوع ده. فدي حاجه خطيره جدا، ما تقدرش تكتشف مدى قوتها. تمام، طيب كونتينيو. طيب هنا هيبدا بقى يجيب لي البرومت الكتيره اللي موجوده هنا. طيب ده الحاجات البابليك، في حاجات كتيره جدا جدا. تمام، ممكن تقول له وريني 20 فبيبدا يوريهم لك. وطبعا في صفحات كتيره. عندي كام برومت؟ عندي 2497. وزي ما بقول لك انت تقدر تبقى مهندس برومت، يعني انت تخصصك ان انت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي بتوصل لافضل نتيجه من خلاله. من خلاله تقدر تعمل ابحاث، تقدر تعمل كتب. اخر النظريات او اخر الاراء اللي طلعت ان خلال 3 سنين الذكاء الاصطناعي هيعمل علوم جديده، يعني هيبقى في علم جديد يضاف للعلوم اللي موجوده، مش مجرد هيزود علم، لا ده هيخترع علوم جديده. طيب انت بتقول له مثلا انا عايز حاجه خاصه بالجنريتيف اي اي، خاصه بالكوبي رايت، خاصه بالبرودكتيفيتي، حاجه خاصه بالبرمجه، بالسوفت وير ابلكيشن او السوفت وير انجينير. تقدر تشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها، الاكتيفيتي اللي موجوده فيه طبعا بتتغير حسب الحاجه انت عايزها. ده انا عايز امبروف او كيبوردس او ماركتنج، بدل ما كنت بتقعد تكتب، لا ده بقى جاهز. يعني الاداه دي اقوى اداه لو انت ناوي تشتغل في مجال الذكاء الصناعي، ان انت بتتعامل مع الشات جي بي تي. تمام، فممكن تقول له بس انا عايز تلخيص، هديك كتاب كامل وانت تلخصه لي، او عايز اعمل ريسيرش. تمام، دي بقى الحاجات لو انا عامل حاجه. ممكن تضيف انت برومت جديد، تقدر تكتب التمبليت وتكتب التستر والبرومت هند. تمام، تبقى انت مهندس في الجزئيه ديت. تمام، لو في حاجه هيدن هيبدا ان هو يوريها لك. تمام، بس ده الاي اي بي ار ام والهيدن لازم يكون عندك حساب بفلوس على الاي اي بي ار ام اهوت. ده الخطه بلس وبرو وإليت وتيتان. طيب يعني البابليك هنا بقى بتبدا تختار بقى اللي انت عايزه. لو انت في حاجه بتدور عليها مثلا عايز حاجه خاصه باليوتيوب، فبتيجي هنا وتكتب يوتيوب فيجيب لك امازنج يوتيوب فيديو ايديا جنريتور، يبدا يكون لك افكار لليوتيوب فيديو. انت عايز مثلا ايه خاصه مثلا بايه؟ خاصه بالهيرو مثلا.
هو بقى يبدأ يجيب لك الأفكار اللي ممكن أنت تعملها. تخيل إن أنا كتبت كلمة واحدة عمل لي كل الأفكار ديت، تمام؟ ما شاء الله. أنا كتبت كلمة واحدة، أنت مش متخيلين مدى العظمة. ده أنا ما كتبتش كلمة واحدة، هو ما شاء الله منطلق ومش راضي يوقف، تمام؟ فدي من ضمن الوظائف القوية جدا في المستقبل. يعني بيقول لك الذكاء الصناعي هيقضي على بعض الوظائف، هيقضي على وظائف كتيرة، لكن هيوجد وظائف كتيرة. فالحل إيه؟ الحل إن أنت تبدأ تدخل، تسمي الله كده وتدخل. سيب لكم الفيديوهات في أسفل القناة، في أسفل الفيديو دوت رابط كده على بما ربيع، تقدروا تخشوا في فكرة الذكاء الاصطناعي ونبدأ إن احنا نتعامل بيه إن شاء الله. ممكن تقول له أنا عايز المخرجات تكون مثلا بالأني لغة، هو عنده قدرة رهيبة على موضوع الترجمة، تمام أهو. طيب التون، عايز تغير طريقة الكتابة، الرايتنج ستايل، ممكن تقول له كونتينيو لو في لسه حاجة مخصصتش يقدر إن هو يكلمها. بص بيقول لك انا هوجد لك 45 فكره فيديو لموضوع الابطال الخارقين. الموضوع مثلا انت ممكن تعمل فيديو عن افضل 10 شخصيات ابطال خارقين في عالم مارفل، الاختلافات بين الابطال الخارقين بين دي سي ومارفل، ما هي قصه باتمان اصلا، كيف حافظ الابطال الخارقين على الولايات المتحده. ممكن تساله يعني كل سؤال من دول تساله هو يطلع لك الاجابه. 45 فكره لمجرد ان انت كتبت كلمه واحده بس.